معلومة صادمة لبعض الناس اللي يحبون يشترون كل شيء رخيص، خصوصا العطور. يعني يروح مثلا مطعم يلقى ناس باسطين برا يشتري منهم بخمسين 30 ريال، يقول لك يا رجال وفر وش ورانا، ليش اروح اشتري عطر ب300 ولا 200 ريال؟ ليش؟ انا ما اقول اشتري عطر غالي، بس يا اخي اشتري عطر معروف مكانه ومصدره وعنده مصنع مرخص وعنده مكوناته على الاقل تكون سليمة. مو تروح هذا البسطة يا اخي ما تدري اول شيء وش حاط لك فيها، هل هي تأثر على البشرة؟ هل ممكن تسبب لك حساسية؟ ممكن تسبب لك سرطان لا قدر الله؟ ممكن تسبب لك مشاكل في التنفس؟ يقولون تأثر حتى على الحامل. فيعني أعطيك معلومة صادمة عشان بعدين ما تشتري من هذول حق الوسطى. تدري أن الزيوت العطرية المستخدمة في بعض العطور، يعني في زيوت عطرية مستخدمة للعطور وفي زيوت عطرية مستخدمة للمنظفات، أجلكم الله، اللي هي للحمامات، اللي يجيك رائحة الرافندر، الليمون، ما أدري إيش. في ناس يأخذ الزيوت هذه اللي أردى نوع، اللي ممكن ما تستخدمها على أي شيء، وأنت طال عمرك تأخذها ب30-40 ريال على أساس إنك إيش وفرت، تروح تكشخ ومدى تأثيرها عليك الله به أعلم. أنا أتوقع بعد كلامي هذا ما راح تشتري أي شيء من هذه الأماكن اللي غير مصرحة. وأعطيك معلومة ثانية إضافية صادمة، إن في مواد منع استخدامها لأكبر الشركات العالمية اللي تصنع العطور، منعوها نهائيا لأن اكتشفوا أنها تسبب مشاكل. وفي مواد أيضا مسموح لهم بنسب معينة، مقدار محدد، ممكن إذا زدت ممكن يسبب مشكلة. فهذه قوانين واشتراطات للمصانع الكبيرة والشركات اللي لها تراخيص لازم يلتزمون فيها. فأنت تروح تشتري من شخص مجهول، آخر همة صحتك، همة فلوس. فأنت فكر في الموضوع وشوف هل أنه يستاهل أنك تضحي بنفسك وصحتك.